ممكن بقى بمناسبه احسن اب ناخد سياده اللواء مصطفى التهامي والد الفنان احمد التهامي. سياده اللواء صباح الخير على حضرتك في البدايه. صباح الفل، صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا سياده اللواء، اهلا بحضرتك. استاذ كريم كوزك اهلا بيك. صباح الفل يا فندم، وسعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. شرف كبير ليا والله. ده دينا احلى يا فندم. يعني سياده اللواء، اولا احمد دخل المجال بس يعني عنده كاريزما وناس حباه جدا، والحمد لله مسيرته لحد دلوقتي يعني ناجحه جدا. هل حضرتك لما جه في البدايه كده يقول لك انا عايز امثل، كنت حاسس ان هو هيوصل للنجاحات دي، ولا كنت حابب ان هو مثلا يمارس الهندسه كعمل وجنبها يمثل مثلا؟ عايز اعرف لحضرتك. والله هو احمد بصراحه يعني ابتدى حياته في كليه الهندسه وقعد فيها سنه واثنين وثلاثه، ولكن قابل راجل فنان عظيم، وانا حظي كويس مع العظمه دايما. الفنان عادل امام طبعا، وجذبه لهذا المجال، وما قدرتش احل المشكله الا بان انا اخليه يكمل بقى في، لازم يبقى معاناه عليا طبعا. صح. كمل بقى في الزراعه واستمر مع الفنان الكبير عادل امام. يعني اكتر دور حضرتك بتحبه لاحمد اي دور او اي عمل يا فندم؟ والله يعني الادوار كتيره وادواره متقنه بصراحه، واعظم يوم النهارده بشوفه في اعظم قناه واعظم نادي دلوقتي. يا سلام يا سلام يا فندم. انا حظك على فكره كبير في التعامل مع العظماء، يعني انا طبعا خريج اعظم مؤسسه عسكريه في العالم يعني. طبعا بلا تحيز يعني 7000 سنه. طبعا طبعا سياده اللواء، سواء كانت الكليه الحربيه او الجيش المصري. طبعا. صحيح. وعلى فكره عندنا برضو مؤسسه عظيمه جدا بتساند الجيش المصري في كل الاحوال، مؤسسه الشرطه وزاره الداخليه. طبعا. لا تقل عن الجيش في عظمتها بصراحه. دلوقتي الناس دي كانت ورا ظهرنا في حرب 73، يعني البوليس ما شافناش، وزاره الداخليه ما سابتناش في حرب 73، كانت ورا ظهر الجيش المصري. طبعا يا فندم، طبعا بنتكلم عن يعني مصر، يعني احنا بنتكلم كده عن المؤسسات بس كلنا في الاخر طبعا مصر دور عظيم جدا يعني. واكيد كمان تحيه لحضرتك يعني سياده اللواء. بس الله يخليك. صباح الخير، منور الدنيا والله العظيم يا سياده اللواء، عاملها جنرال. انت فاكر يا احمد لما قعدت تعيط انت واخوك عشان تروح تتفرج على بيبو؟ والله لسه بقول لهم دلوقتي لسه. والله وقفوني مستنبه كده وانا كنت تعبان، لكن اضطريت ان انا اقطع عليهم وخدتهم للسفر. كان لسه راجع من الشغل. وحقيقي كنت لسه راجع من الشغل وتعبان، وكان بالبدله الميري على طول على الاستاد، غيرت اللبس وخدتهم الاستاد عشان يتفرجوا على بيبو زي. وحبيبهم النادي الاهلي طبعا. حقيقي. طبعا لا، بس واضح ان محبه احمد للنادي الاهلي برضو فيها جزء وراثي من حضرتك، يعني حتى نبرتك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي شيء عظيم جدا. احنا بنحيي حضرتك. اول ما يخش من البيت يا كريم كان قبل ما يعمل اي حاجه على طول الماتش شغال، يقوم هو يعني هو كام ويقعد قدام التلفزيون، ما يعمل لا ياكل ولا يشرب ولا حاجه، وجاي من الشغل تعبان يعني صاحب. يبقى انت مش جايب بقى النقطه دي من بره فعلا. سياده اللواء اتشرفنا بوجود حضرتك معانا، صباح الفل عليك، وارجوك تابع معانا بقيه اللقاء مع احمد. دورت الدنيا فعلا. بالتصاريح اعظم قناه لاعظم مؤسسه رياضيه في مصر. هي نورتنا يا سياده اللواء، شكرا لحضرتك. اهلا بيك استاذ العوام، اهلا بيك استاذ كريم، اهلا بيك. صباح الفل يا فندم. صباح الفل.